مساء النور، وبحيي الحضور، وانا مبسوطه قوي اني النهارده معاكم، وحاسه ان بتحبوني وعينيكم بتقول لي انكم بتحبوني، فانا مبسوطه بالحب ده، وعايزه اقول لكم ان انا عايشه بحبكم ده، والصحافه كان لها فضل كبير عليا طول مشواري الفني من طفولتي لحد دلوقتي، هي اللي شجعتني وانا طفله، وهي اللي وقفت جنبي، فانا بحيي كل الصحفيين، وبشكر قصر السينما والاستاذ تامر عبد المنعم لاني بيكرمني النهارده وبتقابل معاكم، وبخش المكان ده من ساعه ما بخشه كله سينما، بحس ان انا بتنفس سينما وبتنفس فن. شكرا. خلينا نبدا، احنا هنتكلم النهارده في اربع محاور. هبدا بالمحور الاول وهو لبلبه طفله من اب وام مصريين، حد منهم من غمره؟ امي مولوده اتولدت في غمره، ابويا اتولد في اسكندريه، وبعدين ابويا اتجوز امي فاخدها معاه في اسكندريه، فجابت اخواتي كلهم. وجيت انت؟ انا جيت، انا اخر واحده، دايما اخر واحده بيقولوا عليها غلطه، لان هم اخواتي كلهم اتولدوا في اسكندريه، يعني اسكندرانيين زي بابا، وانا اتولدت في مصر الجديده، العنوان 21 شارع منوف، لحد دلوقتي بيتي موجود، لما بكون زهقانه او اي حاجه بعدي من قدام بيتي وافتكر الطفولة والذكريات ازاي كنا بنلعب.